تاريخيا لشهر سبتمبر سمعة سيئة بالنسبة للأسهم، لأنه عادة المؤشرات الأمريكية سواء للأسهم الصغيرة والمتوسطة أو للأسهم الكبيرة تشهد تراجعات، ولكن سبتمبر من العام 2024 له قصة مختلفة. بداية نلقي نظرة على أداء الـ S&P 500 الذي عمليا حقق مكاسب في شهر سبتمبر، وهذا يحدث معنا لأول مرة في 5 سنوات. الارتفاعات كانت بقرابة 2%، طبعا هذه الأرقام هي حتى تقريبا نهاية سبتمبر جلسة 29. إذا ما نظرنا هذه المرة إلى التحركات التي عادة ما نشهدها بشهر سبتمبر، هو الأسوأ أداء تاريخيا. لاحظوا بأنه كل المؤشرات حتى الراسل 2000 اللي هو أسهم صغيرة ومتوسطة تشهد ارتفاعات، إلا في شهر سبتمبر يكون لدينا أداء سلبي بالنسبة لهذه المؤشرات، وتعود الأسهم للارتفاع في نوفمبر وديسمبر. ولو أن شهر نوفمبر لديه سمعة التقلبات الفولاتيليتي، وخصوصا بأنه هذا العام أيضا لدينا الانتخابات الأمريكية، هذا سيزيد بشكل كبير من حدة التقلبات التي من الممكن أن نشهدها. في الفترة أو في النصف الأول من هذا العام، أكثر من 60% من شركات S&P 500 تفوقت على أداء المؤشر في الربع الثالث، بينما 25% في النصف الأول من هذا العام. وسبب في ذلك يعود إلى أنه بالنصف الأول من هذا العام كانت أسهم التكنولوجيا والAI هي التي كانت تقود الارتفاعات. حتى شهر يوليو، عندما دخلنا في شهر يوليو وبدأ المستثمر يسعر بأنه سيكون لدينا خفض لمعدلات الفائدة، تغير الوضع وبدأنا نشهد نوع من البريث في الماركت، تنويع أكبر، وأسهم في قطاعات مختلفة بدأت ترتفع. حتى إذا كنتم تتذكرون راسل 2000 كان أيضا من الأفضل أداء، حتى وصلنا إلى اجتماع الفيدرالي في شهر سبتمبر الذي غير بشكل كبير سمعة هذا الشهر، وشهدنا هذه الارتفاعات من بعد هذا الاجتماع، ولو أنه كان في لدينا نوع من رد الفعل المتأخر. S&P 500 عمليا بدأ شهر سبتمبر بأكبر انخفاض أسبوعي من نوفمبر 2023، ثم جاء جيروم باول وخفض الفيدرالي ب50 نقطة أساس في الوقت الذي كان لدينا فيه تباين كبير في التوقعات تجاه 25 أو 50 نقطة أساس. هذا الدعم أن يبدأ الرالي، وعمليا ليس يبدأ ولكن يكسب الزخم هذا الرالي الذي كنا نشهده قبل ذلك. لا ننسى بأنه كنا تعاملنا في شهر أغسطس مع تقلبات كبيرة في الأسواق المالية، لأنه شفنا بالريفرس تبع الكاري تريد الخاصة بالين تسببت في الكثير من الفاينانشال فوليتيليتي في هذا الشهر. ما الذي نتجه إليه في الربع الرابع من هذا العام؟ ملفات عديدة، أهمها سيكون ملف الانتخابات الأمريكية وملف أيضا نتائج الشركات عن الربع الثالث وبيانات الاقتصادية، وأهمها بيانات قطاع العمل. الانتخابات بالطبع ستزيد من حدة التقلبات، وخصوصا بأنه عم نحكي عن مرشحين لديهما وجهة نظر جدا مختلفة تجاه ملف يعتبر أساسي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، هو ملف التجارة الخارجية. جولدمان ساكس يتوقع زيادة ضريبة الشركات التي اقترحتها كمالا هاريس، والتي قد تؤدي إلى خفض أرباح شركات S&P 500 بنحو 5%، لأنه ملف الضرائب هو ملف آخر لديه الكثير من الوزن الاقتصادي وأيضا السياسي، وكمالا هاريس وترامب لديهما وجهة نظر مختلفة. سيتي يقول بأنه هاريس وترامب سيؤثران سلبا على الأسهم الأمريكية، ولكن تأثير هاريس سيكون أكبر، لأنه ترامب هو رجل الأعمال الذي يريد خفض الضرائب، كمالا هاريس تريد وجهة نظر مختلفة. إذن ملف الانتخابات الأمريكية، ملف البيانات الاقتصادية من قطاع العمل، وأيضا كيف سيتحرك بشكل عام الفيدرالي الأمريكي، كل هذه ملفات ستؤثر على تحركات الأسهم في الربع الرابع.